ما جاز ذلك إننا نعاملهم كما ينبغي. المجرم أيها الحرس أوقفوه، لا تدعوه للعب بعد ذلك. أواجه صعوبة في العثور على أبي جعفر إذا ذهبت إلى بيته. لماذا يحدث لي هذا دائما؟ عاد للتو من الخطوة. الجديدة قاسية بعض الشيء، ولكن إذا كانت الحفاظ على الآداب العامة فأنا أعتقد أنها جيدة. صرح الفرغاني في كتاب. مهلا انظروا، انه هو ايها الحرس، انه هنا. مهلا، انه استدعوا الحراس، لا تدعوه يهرب. اميرا، وضعت يدي على اخر افكار ابن قرة في علم الحياه شأن الإخوة موسى. أهلا. ألا يشارك. أهلا بك. على أي حال. فعل أحد شيئاً؟ قلت جلبك ليلة البارحة، لقد تردد على الحانة مجدداً. شرطة الحراسة حقاً داخل المدينة المدورة، لقد رأيتهم ينتفضون فجأة متأخراً الليلة قبل العشاء بإذن الله. مهلا، لكن علي هذا ليس صحيحاً. معشر العجوز بعد يقول إنه حصل على تدع الشرطة تقود عليك بالجرم المشهود. حداد النحاس آكل البصل، وهي أمور لا تبشر. مهلا، توقف. الأفضل أن أبقى مستقرا. مكانك. من الأفضل أن أواصل حذري. ينبغي لك ذكر الأمر للعجوز سند. عمل والده على ذلك لسنوات. سأعبر عليه. رأيت أجمل عصر يريد من ذلك. ماذا عن يعقوب بن الليث الذي يدعى الصفار؟
أرى من الحماق عندما أقرر أنني اكتفيت من السخط. عني بضعة كتب، إنها مملة جدا، لكن يمكنني التعلم. مظهره الحقيقي أفضل بكثير. سأريك طريقة. تشابه ذهب علي واجتمع مع المتمردين. من المفترض أن تكون روشان هناك أيضا. وكل هذا إذن أتمنى لو أستطيع قراءتها لنفسي، إنني أتعلم. ويمارسون الألاعيب السياسية. يا للجنون. العقل، هل أنا ماذا؟ لا يبشر ذلك بخير. لن يطول الأمر. يبدو أن هذا هو المكان. الآن أين علي؟ لقد قدر كل الفضل لمن يستحق، لهذا الرجل الذي ساعدني في أحلك أوقاتي. ومما سمعته فأنا لست الوحيد. سأشيد بك إشادة عظيمة في تاريخ مآثرنا، لكن علينا أولاً كتابة نهايته. تعال. أرى أنكم التقيتما من قبل بشكل سريع، لكن الليل في أوله، وهناك الكثير لنناقشه فيما يمكنك توفيره لي. إمكانياتنا محدودة، لكن اطمئن، سأستمع إلى متطلباتك يا علي لاحقا. شارك ما تعرف عن الغول ليفعل باسم ما أتى هنا لفعله. حسنا حسنا،
سأقدم شؤونكما على شؤوني، لكن هذه المرة فقط. يرسل الغول أوامر إلى الحراس توضح مناطق الحفر في بغداد، لكنه لا يستغل المساجين وحدهم. ثمة إذن كفالة للعمال هنا، ويبدو أن الغول يدبر لشراء العمال المهاجرين أيضاً. من يتخذ كهذه التدابير في بغداد دون إثارة الشبهة حوله؟ هناك رجل واحد مسعود اليعقوب، إنه يدير مصانع الصابون في بغداد ويعثر على أعمال مدفوعة الأجر للمقيمين الأجانب، وأكثرهم من بلاد الفرس. إنه يجبر العمال إذن على العمل في مواقع حفره، وذلك بحجة توفير سبل العيش لهم. باشي، تعقب أحد مواقع الحفر التابعة للغول متنكراً في هيئة سجين، ماذا حدث؟ لم يسفر التفتيش عن أي شيء، لكن ذلك لم يوقف الحراس. كسرت جمجمة أحدهم وفررت، ولم يحالف الحظ أحداً غيري. يا له من فعل أحمق دون أي جدوى. ليس دون جدوى، سيكون الغول عند الكاروان سراي. لقد استرقت السمع إلى الحرس. بالتأكيد، التجار كلهم يتوقفون هناك للاستراحة. إذا كان مسعود يشتري عمالاً مهاجرين، فمن المرجح أن يكون الكاروان سراي هو المكان الذي يدير فيه شؤونه. كيف يبدو شكله؟ إنه رجل ضخم البنية، يرتدي الحلية كالجواهر والحرير المجلوب من الشرق. أي سيسهل تمييزه؟ حان الوقت يا باسم. ما خطتك؟ ذلك القرار بيد باسم. باسم بمفرده؟ لا، دعيني أجمع بعض الرجال. والسماح بوقوع تصرف أحمق؟ يوم بسالتك سيأتي، لكن اليوم يوم باسم. اعتبر ذلك جزءاً من اتفاقنا باسم. أحتاج وقتاً للتفكير. مفهوم، لكن أسرع، فهذه ليست فرصة يمكننا تبديدها. لننظر على نطاق أوسع. باسم، هل هيأت نفسك؟ أنا مستعد. سر معي إذن. تعال يا باسم.
علينا أن نواصل، ثم تعود تنظيم في متناول أيدينا يا باسم. وكمن سبقوا ومن لم يأتوا بعد سيكون موت الغول عادلاً. إنه رجل يتغذى على اليائسين والمحرومين. مثل هذه الفظائع ستستمر، لأن الغول ليس سوى ترس ضمن عجلة أكبر، عجلة تدور بشكل مدمر. مهمتنا نحن المستترين أن نبطئ العجلة التي تدور حتى تتوقف. اليوم ستكرس يدك ونصلك لتلك المهمة. الغول هدفك الأول، لكنه لن يكون آخر أهدافك. أؤمن بذلك إيماناً راسخاً، وأؤمن بك. رغم رصانتي ودروسي القاسية، أريدك أن تعرف أنك قد أثرت إعجابي يا باسم. وجود التنظيم في بغداد وخارجها يتوقف على أوضاع متذبذبة ما دمت ستظل رأس حربتنا. وذلك ما أعتزم أن أكون، إنني مدين بالفضل لإرشاداتك أيتها المعلمة. المكان مزدحم كخليتنا. هيا ضع الاختبار. تجار، ماشية، قوافل من كل مناحي الحياة، وأنا الذي ظننت أن أسواق الأنبار مضطربة. الاضطراب يولد الفوضى، والفوضى تجلب الفرصة. انظر إلى الطرق التي تطرح نفسها. كن مستجيباً لكن صبوراً، وثق بغرائزك. ذلك مسعود في الشرفة كما وصف علي بالضبط. أنا أراه. انطلق الآن، بللها بدم القتيل. سأعثر عليك عندما ينتهي الأمر. تظن أنك أخفيت فظائعك أيها الغول، لأنك اخترت أصحاب الصوت الخفيض الذين عرفت أن صرخاتهم لن تسمع. لقد حفروا الأرض بأمرك وماتوا على يدك وطرحوا تماماً مثل النفايات، كل ذلك لتنقيب الصحراء عن قطعة أثرية. للآن تساوم للحصول على عبيد بأمان في الكاروانسراي. تفضل تكبيل ضحاياك وتجويعهم. آن الأوان لك أن تواجه رجلاً حراً. هيا، الساحة ملكك يا باسم. ماذا ترى يا صديقي؟ الساحة ملكك يا باسم، سأراقبك. ما الذي يؤخر رحيلك يا صديقي؟ رأى شخص يدعى مسعود أن من المناسب فحص بضائعي، لذا أنتظر هنا. من يخال نفسه؟ ما الذي كنت تحمله؟ إنني أسأل فقط حتى أتمكن من جمعه لك. هل ستفعل ذلك؟ سأسر كثيراً إذا رأيت ذلك الرجل في نوبة غضب. إنه صندوق من الحرير والتوابل. جهز جملك، سأرى ما يمكنني فعله. إن جعلت ذلك التاجر يغادر، فرحيله المفاجئ قد يدفع الغول. على هذا المنوال سنبقى هنا حتى الغروب المقبل. إذا حسبنا مراحل فرسانا لنهر دجلة، فترات غروب الشمس شاعرية.
دوق توابل وحرير لا يمكن أن يوجد مثله الكثير في هذا المكان. مهلا. رويدك. هل هناك خطب ما؟ لا شيء يدعو للقلق. وعدونا بعمل ثابت وعوائد مثمرة، والآن صرنا مجبرين على الكد في الصحراء. لقد خدعنا، من فضلك لابد أن تساعدنا. أخبرني كيف يمكنني المساعدة. الذي أحضرنا يحمل وثيقة تقيدنا بمسعود، إذا لم يستلم أجره فلابد أنه ما زال هنا. إن أعفيت الرجال من خدماتهم فسيدرك الغول سريعاً أن العاملين لديه قد انفضوا. مررت بدير العلم. ألقي نظرة يا إنكيدو. ما هذا إذن؟ يستحق الغول مصيراً أبشع بكثير من المعقود بحافة نصلي. ستصل رسالتي إلى التنظيم بكل وضوح. يا صديق، ما نوع البضائع التي تسافر بها؟ العاج والعسل. وأنت، هل ترغب في التجارة؟ ربما، لكن في الوقت الحالي سأرى ما المتاح لبعض الوقت. أحتاج إلى عينيك يا صديق. Thank you.
تحت حكم إبراهيم العدل. فلتلقى رضع الرحلة يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيمكنني إثارة اهتمامك ببعض الفواكه والخضروات اليوم؟ رماني ناضج ومليء بالعصارة. أذلك ما جئت للتجارة فيه؟ دعني أفكر في الأمر. غريب مصادفة هذا، ربما يمكنني استغلاله في صالحي. يسرني لقاؤك أيها الرحال. الكروان سراي زاخر بالبضائع اليوم. كنت أتساءل إذا كانت لديك أي سلع لبيعها. لا أتعامل إلا بالدرهم ولا أبيع سلعا، وإن كنت أفترض أن ذلك يعتمد على من تسأل. لست واثقا مما تقصد. إنني أبيع الرجال، العمال، لكن مجموعتي محجوزة. هل يمكنني تغيير رأيك؟ لدي نقود وقد أستعين برجال كرجالك. 15,000. هذا سخيف. من يمكنه دفع ذلك المبلغ؟ احتفظ بذلك السؤال لنفسك. امضي في سبيلك الآن. من الغريب مصادفة هذا. ربما يمكنني استغلاله في صالحي. إذا كنت سأحرر أولئك العمال فعلي سرقة الوثيقة. لنحرر أولئك الرجال الآن. أين هي؟ هناك نزاع محتدم بين هذين الرجلين، لكنه ليس عاليا بما يكفي. كيف يمكنني حثهم على التشاحن؟ حصلت على الوثيقة من مشرفكم. لستم مقيدين بعد الآن. اذهبوا. العمال يركضون بجنون. سينتبه الغول لذلك. لابد أن أكون مستعداً لتوجيه ضربتي. سيصل الخبر إلى الغول بالتأكيد. اخرج وشاهد. سيصل الخبر إلى الغول بالتأكيد. اخرج وشاهد أيها الجبان. الآن أين الرقيب؟ أريد معرفة Oh!
لعنك الله. وجه كراهيتك إلى نفسك يا مسعود، فإن شرك هو ما أدى بك إلى هنا. شري تجاه من؟ غير المستنيرين، الضعفاء الذين يتمنون النجاة. قدرنا أن نهيمن عليهم، واجبنا أن نحدد مساهمتهم. مساهمتهم؟ في ماذا؟ فيما قد يكون، في معرفة ما يكمن تحت هذه الرمال تحديداً. بعض الأمور يجب أن تبقى على ذلك النحو. لا، هذه عطايا، قدرها أن نستردها. إنها تتحدث إلينا كما تعلم جيداً. أنا؟ نعم، قد تكون مستتراً، لكنك لست ذلك فقط. باسم، صفي ذهنك. انتهى مسعى الغول الدؤوب القائم على حساب الأرواح البشرية. إنه يوم انتصار، ليس فقط لمن نجوا من قسوته، لكن للمستترين أيضاً. قد تظل مؤامرة التنظيم الكبرى في بغداد لغزاً، لكننا نستطيع الجزم أن دور الغول فيها قد اندثر. أعتقد أن ما سعى إلى الكشف عنه كانت أغراضاً غريبة أخرى، مثل ما أخذته من قصر الشتاء. ما الذي يريد التنظيم فعله بأثار الماضي؟ ولماذا يحرصونها بهذا الجهد؟ بدأت بطرح الأسئلة الصحيحة يا باسم، وسنعثر على الإجابات معا. صارت الأسئلة كل ما أملك. ماذا تقصد؟ لا شيء، انسي ما قلته. كيف لي أن أرشدك إن لم تكن صريحا معي في كلامك؟ لقد كنت أعاني كوابيس. في هذه الأحلام يعذبني جني حتى أستيقظ مفزوعاً وغارقاً في العرق. في ألموت كنت قد نسيت الأمر تقريباً، لكن عندما قتلت الغول شعرت بوجوده مرة أخرى، ولم يبق لي إلا التساؤل: لماذا؟ لماذا هنا؟ لماذا الآن؟ أسئلة متراكمة ولا أجوبة. كنت أنوي إخبارك، لكن
كنت تخشى أن أعتقد أنك ضعيف العقل. نحن ضعفاء بما نسمح به لأنفسنا. لتتخلص من موطن ضعف، افعل ما هو ضروري لمداواة ما يسبب لك الألم. هل تسمحين لي باستراحة قصيرة؟ أرغب في البحث عن صديقة قديمة. نهال، أذكر إنها مهمة بالنسبة لك، أليست كذلك؟ بلى، لكنني جعلتها تعتقد خلاف ذلك في آخر حديث بيننا. هذا يسبب لك الألم. اذهب إذن وداوي هذا الجرح دون تأخير. ستجدني عند مقر الحربية عند تسوية الأمور. لو كانت هذه نهال بالفعل، فلا أدري أين ذهبت. إلى الديار في الأنبار على الأرجح.